وتتباهى الأيام بعطاء الله فيها، وتزهو المواسم بمن يحييها، فكيف إذا كان هذا اليوم هو اليوم الحرام في الشهر الحرام، وهو يوم الجود والغفران، يوم عرفة، فضلاً من الله لهذه الأمة المشرفة، حتى يقرب منهم البعيد ويكتب الشقي في ديوان السعداء، وحتى نتعرف معاً على فضائل ومزايا هذا اليوم المبارك، وما على المسلم أن يعمل فيه. يصحبنا العلامة المربي الحبيب عمر بن حفيظ في لقاء خاص ومباشر الساعة 1:30 ظهراً بتوقيت مكة المكرمة، ويعاد في الأوقات التالية. نستقبل اتصالاتكم وتفاعلكم عبر الأرقام التالية